قبل ان نطلق لا يمكن يكون موجودة في المخازن او شوفوا انت هتجيبها من النت ولا لا ما هي الحلبة الحلبة هي حواشي على شرح الكبرى للسنوسي للشيخ اسماعيل بن موسى الحامدي طب لما نبدا في العرض اول شيء الفاتح لمشايخنا لله تعالى حياه مواطن امام السنوسي والامام الشيخ اسماعيل بن الحامدي صاحب الحاشيه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يرحمه إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وبعد فسوف نبدأ بإذنه تعالى وتوفيقه ورعايته في كتاب السنوسية الكبرى بحواشي أو بحاشية الأستاذ الجليل الشيخ إسماعيل بن موسى بن عثمان الحامدي والسنوسية الكبرى هي المسمى بعمدة أهل التوفيق والتسديد شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى للإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني رحم الله الجميع آمين رحمهم ورحم مشايخنا في الله تعالى أحياء وأموات هذا الكتاب الجليل من الكتب التي تعد عمدة في هذا الفن أو في هذا المجال الشيخ صاحب الحاشية هناك ترجمة له في أول الكتاب اللي هو طبع مكتبة الحلبي ترجمة الأستاذ المحقق المرحوم الشيخ إسماعيل الحامدي بقلم ابنه نجده الأستاذ الشيخ عبد العزيز إسماعيل الحامدي يعني ولد صاحب الحاشية يترجم لأبيه فيقول كانت حياة حافلة بالمفاخر حياة والده زاهرة بآثاره الجليلة المسجلة على جبين الدهر بمداد من نور يشهدها أولو الفضل من العلماء الأعلام ويعجز عن الإحاطة بها مداد وأقلام يعني كانوا أدباء في العبارة رحم الله شيخنا الشيخ مصطفى عمران كان يجمع بين الأدب والفلسفة والكلام ولا بد في هذا المقام من الاختصار والتقريب إذ ما لا يدرك جله لا يترك كله وعساي بهذه الإلمامة القصيرة أكون قد وفقت إلى رسم حدود ما يراه نظري الضعيف وأكون قد مهدت الطريق لمن هم أحد بصرا مني مفيش حد معاه نسخة مش كده ليس معكم نسخة قال الآن حتولى
التغسيل والكفن والشحن كله. وجدت حاجة عندك إن شاء الله يعني ربنا الآن كده تعرفات وبعدين إن شاء الله يمكن فيما بعد ربنا يفتح الأبواب. المهم هذا الكتاب طبعة مكتبة الحلبي، وإذا لم يوجد هنا في مكتبة هناك عند البعوث عند آخر شارع الميدان اسمه ميدان الحلبي المخازن ممكن تجدوا، وإذا وجدتم هاتوا النسخ الموجودة كلها وصوروا بعد كده، إنه هذا الكتاب يعني من المراجع المهمة. وعساي بهذه الإلمامة القصيرة أكون قد وفقت إلى رسم حدود ما يراه نظري الضعيف، وأكون قد مهدت الطريق لمن هم أحد بصرا مني ممن عاشروا الأستاذ أو تتلمذوا له ليدلوا بدلائهم في هذا البحر الفياض ويظهر ما خفي من درره ولا آلئه، نفعنا الله به في الدارين إنه سميع مجيب. يعني يقول إنه فيه ممن عاشروا الشيخ شيخ إسماعيل ابن موسى الحامدي وتتلمذوا على يديه، قد يكون عندهم من الأمور المختصة بوالده ما ليس عنده، يعني في أمور يعرفها التلاميذ عن الشيخ غير ما يعرفها أبنائه وأهله. إنه من الحجب، اصبر يا أخي لسه بنتكلم في الترجمة، تكلمناش على الميلاد ولا على الوفاة ولا من الحجب، إنه أقرب الناس من الشيخ لا ينتفع به يعني الزوجة والولد والخادم، الثلاثة دول ما ينفعوش، مش كده يا شيخ؟ مين ومين؟ الخادم والزوجة والولد، دول يعني ما يستفيدوش منه. يقول خادم الشيخ 30 إلا ما نذر، ده مش يعني حاجة أغلبية، واحد يكون طول حياته يخدم في الشيخ ما اسمعوش غير بس الخدمة ويجيب الحاجة من المكوج أو يجيب القضاء، لكن ما ينتفعش بالعلم. ورأينا ناس لازم ومشايخ كبار ولكن لم يستفيدوا شيئا من العلم، كل اللي يبحث عنه الشيء الدنيا. والزوجة لأنه حجاب، شدة القرب حجاب. والولد تجد يقول لك بيت النجار خربان، نادر تجد الولد يكون على على منوال أبيه، كما قال بعضهم إذا ما أنجب الدهر يوما نجيبا فكن في ابنه سيء الاعتقاد، فلست ترى من نجيب نجيبا ولا تورث النار إلا الرمال. شفت كده اسمه ولقبه، لسه في الاسم يقول لي قال توفى سنة من قرن، يا أخي لسه رجل ما تولدش. اسمه ولقبه هو العلم الفرد التقي النبي إسماعيل بن موسى بن عثمان بن محمد بن جودة الحامدي، لقبا وقبيلة، يعني لقب الحامدي والقبيلة اسمها قبيلة الحامدي، الأشعري عقيدة، المالكي مذهبا، الأحمدي طريقة، العباسي نسبا وأصلا، يعني هو عباسي. مولده ونشأته، ولد رحمه الله تعالى من والدين كريمين يمتازان بنسبهما إلى العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فبزغ نور، بزغ يعني بداية ولادته أو فجر ولادته، بزغ نوره في فجر النهضة العلمية في سنة 1245 هجرية، ولادة مين؟ الشيخ الحامدي إسماعيل 1245، يعني بعد الأمير ما لم يقرب 15 يعني أقل من 15 سنة بعد وفاة الشيخ الأمير. وفاة الشيخ الأمير كانت كام؟ بس هو ولد 1245، يعني أنا ما شافش الأمير كان لسه ما تولدش. بناحية الكرنك،
يعني البلد بتاعته الكرنك اللي فيها الآثار اللي فيها معبد الكرنك فين؟ في الأقصر، إحدى ضواحي مدينة الأقصر ذات الآثار الخالدة في صعيد مصر. ولما شب وترعرع في أحضان الكرامة تفيأ، شوف العبارات الألف، تفيأ ظلال أرواح المعارف سنة 1253، يعني بداية طلبه لإيه؟ للعلم، بمن فلوق، يعني راح البلد اللي إيه؟ اللي فيها الشيخ الأمير، أولد فيها الأمير، بس الأمير ما عاشش في البلد دي، عاش 9 سنين فيها فقط، ثم رحل إلى الأزهر الشريف حيث يقيم شقيقه البكري، يعني اللي هو الأكبر منه، الحاج حسان موسى عثمان كبير المعسكر بها، يعني كالرجل العسكري اللي هو أخو الشيخ مين؟ الحاملي، فرعاه حق الرعاية ولحظه بعين العناية رغبة منه في تحقيق، يعني الحاج حسان ده أخو الشيخ إسماعيل اهتم بي ليه؟ قال لك بسبب رؤيا رآها للأستاذ صاحب الترجمة، يعني أخو الشيخ حسان اهتم بي عشان ايه؟ رؤيا رآها له فاستبشر بها خيرا وعمل على تنفيذ رغبته، وسرعان ما أينعت ثمار غرسه، يعني التربية والثمرة أنبتت وجابت فائدة إن شاء الله. ودان قطافها إذ أحسن الأستاذ طيب الله ثراه القراءة والكتابة وأتم حفظ القرآن الشريف في ربيعين، يعني في إيه؟ سنتين بدء تلقيه العلوم بالأزهر الشريف، شاءت عناية القدير أن ترفعه إلى مصاف علماء الإسلام، ما هي عناية من فوق، يعني مش عملتي، يعني اصطفاء إلهي، شاءت عناية القدير أن ترفعه إلى مصاف علماء الإسلام العاملين، فيسرت له الالتحاق بالأزهر الشريف في سنة 1255، يعني هو كان سنه كام؟ 10 سنين، 11 سنة زي كده، بنقل أخيه الحاج حسان إلى قلعة القاهرة، يعني بدل ما كان في معسكر منفلوق أخوه صار فين؟ في القلعة، القلعة دي كانت العاصمة في الوقت ده، فاصطحبه معه ليتم تحقيق رؤياه، فكان ما رأى وتمنى، واغترف الأستاذ من بحار العلم ريا شهيا سماه سما به إلى فلك الحكمة ومناط الأبرار بهدي أعلام ذلك العصر الذين كانوا يشار إليهم بالبنان. نعم، طب بس أخذ شوية كده لما نيجي نتكلم في الشرح، الأعلام اللي كانوا في زمنه اللي هم يعني اعتنوا به وبربايته وإعداده وتهيئته، الولي التقي الشيخ محمد الإسماعيلي والشهاب المنير الشيخ محمد عليش، يعني كان معاصر للشيخ عليش، وإمام المحققين الشيخ إبراهيم السقا، وشيخ الإسلام والمسلمين الشيخ إبراهيم الباجوري، يعني كان من إيه؟ في عصر مين؟ الشيخ الباجوري، الشيخ الأزهر الشريف وغيرهم من شموس ذلك الزمان. إجازته بالتدريس، ولما آنس، شوف كده، شوف التعبيرات زي، فلما إيه قضى موسى الأجل وسار آنس، ولما آنس منه العلماء رشدا، كده شوف الآية، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم، شوف العبارات، ولما آئت فإن في الدفع، يقول ها شاغل دماغه في الدفع، ولما آنس منه العلماء رشدا
ورأوا منه علما وفضلا التفوا حوله في يوم مشهود وناقشوه فيما وعاه من منقول ومعقول فبذ الأمثال وحاذ قصب السبق في الميدان ولم يسعهم بعد أن رأوا بحر علمه يتدفق ذاخرا بألوان الفصاحة والبلاغة إلا أن أجازوه بالتدريس على أرائك الأزهر وهو لم يبلغ العشرين ربيعا أكملش عشرين فكان رحمه الله أحد الخمسة الطلاب الذين اختارتهم مشيخة الأزهر للتدريس نزولا شوف العبارة نخلي لك المشايخ أعلى من الملوك بيقول فكان رحمه الله الأستاذ أحد الخمسة الطلاب يعني كانوا في طلاب خمسة اللي هم أهل عندهم نبوغ وعندهم فراسة كان أحد الخمسة الذين اختارتهم مشيخة الأزهر للتدريس شوف كيف اختارتهم مشيخة الأزهر للتدريس نزولا على إرادة ولي الأمر ساكن الجنان عباس باشا الأول شوف نزولا يعني كأنه المسألة في إيد لو قالوا لو حتى السلطان أو عباس حلمي قال لهم يعني أجيز هذا بالتدريس ولم يكن أهلا لا فهم نزلوا على رغبة مين الخديوي وصدر إذنه الكريم باعتماد هذا الاختيار في سنة 1264 طبعا صفاته الخلقية وبعدين صفاته الخلقية طبعا الخلقية دي أو الخلقية بيقول لك إنه كان أبلج الوجه يضيء في غير شقرة يعني ما عندوش إيه مش أشقر عريض الجبين تبدو تنبو جبهته عن ذكاء وفطنة اللي يشوف جبهته كده يقول إنه الولد ذا ألماي ذكي من الجبهة كده مستدير الوجه يعني وجهه مدور كده مشرق بشرا كث اللحية رأس لها يعني الشعر مسترسل مش أكرس أو كث مستوي القامة وطويل في غير تمطط يعني مش طويل كده يعني بعيد ما بين المنكبين رحب الصدر تخاله يعني يتهيألك يعني تخاله بدينا وهو ليس ببدين يعني يتهيألك أنه هو سمين وهو ليس كذلك إذا مشى في طريق يمشي مشيا سجح في غير تكلف جانحا نحو اليمين بعنقه تواضعا لا يكاد يلتفت يمنة أو يسرة إلا بمقدار تعلوه المهابة والوقار يعني كانوا علماء العصور المتقدمة فيهم هيبة وقار بخلاف الوضع الآن تغير صفاته الخلقية كان رحمه الله وديعا في غير لين طيب لك مش هين أو مش فوضى يعني حليما في غير تكلف موطأ الأكناف انتوا عارفين حديث الموطؤون أكنافة تنطق أسارير وجهه بما تنطوي عليه نفسه يعني من إشراقة وجهه تفهم إيه اللي فيه نفسية هذا الرجل كيسا حازما لا يعرف للمطل سبيلا طيب القلب طاهر النفس راضيا قانعا سمحا لا يغل يده يعني ما يمسكش يده عمن يقصده في قليل يعني كان يعني إنسان كريما يقصد يده نيف على السبعين يعني زاد على إيه وليس له من دهره عدو أو خصيم لم يعادي أحدا أو يدخل مع أحد في كم رجل مسالم بل شمله رضاء الصغير
بل شمله رضاء الصغير والكبير ورضاء الخلق غاية قل أن تدرك. يعني كون الناس كبار صغار كلهم يحبوه ودي حاجة إيه لا تكاد توجد. نبوه كان المترجم له من القلائل الذين شهد لهم الزمان بالنبوء والعبقرية، إذ وعى من علوم الدين حديث الرسول الكريم دراية ورواية، يعني كان فاهم في علم الحديث في الدراية والرواية، انكشف له من أسرار التنزيل ما لم ينكشف لغيره، يعني كان مفسرا وكان من أهل الحديث وكان فقيها على مذهب الإمام مالك، يعني كان آية في عصره في التفسير وفقه مالك والأصول والتوحيد، وحجة أهل زمانه في النحو والصرف وعلوم البلاغة والوضع والاشتقاق، كانوا لا يعرفون شيئا اسمه التخصص اللي قضى على العلوم الزمان. شوف كان آية كله، ولم يثنه ذلك عن التضلع، يعني شوف النحو والصرف والبلاغة والفقه والتفسير والأصول، ومع ذلك كان حجة في النحو والصرف وعلوم البلاغة إلى آخره، ولم يثنه ذلك عن التضلع في العلوم العقلية كالمنطق والرياضيات، فكان أستاذا ماهرا في الحساب والجبر والهندسة والطبيعة والنجوم وما يتصل بذلك من علم تقويم البلدان وغيره، تجلت تلك العبقرية والمواهب اللذنية في دروسه وتآليفه، واتخذت سبيلها إلى الأرواح عن طريق الإلقاء والتحرير، فكثر عدد تلاميذه كما تنوعت وتعددت مؤلفاته، فكان فارس الحلبتين والمهيمن على ناصية الحال في الميدانين مجال العلوم العقلية والنقلية. الشيوخ الذين تلقوا العلم عنه، يعني تلاميذه، كان رحمه الله الأستاذ الأكبر لمن صار سادة العلماء كالفهامة المدقق الأستاذ الجليل الشيخ دسوقي عبد الله العربي من هيئة كبار العلماء بالأزهر في الوقت ذلك، والورع الكامل السيد محمد صبيع الذهبي شيخ السادة الحنابلة بالأزهر، والقاضي العادل الشيخ موسى النواوي رئيس محكمة مصر الشرعية العليا سابقا، والشيخ حسن البرادي وكيل مشيخة القسم العالي بالأزهر الشريف حالا يعني في الوقت اللي هم فيه، وهؤلاء على قيد الحياة ساعة الترجمة أطال الله حياتهم وأدام النفع بهم كما بس مش هينفع الآن بننقل كلام الشيخ في الوقت ده، ولا ندعو لهم الآن بطول الحياة لأنهم قد ماتوا، يعني بيذكر تلاميذه اللي هم كانوا في هذا الوقت وقت الترجمة على قيد الحياة، ويذكر من انتقلوا إلى رحمة الله، فيقول أما من اختارهم الله ممن تلقوا عليه ففي مقدمتهم الإمام المغفور له الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية سابقا، يعني الشيخ محمد عبده من تلاميذ مين؟ إسماعيل الحامد. الشيخ محمد عبده توفي سنة كام؟ 1905. الشيخ محمد عبده ليه أكثر من إيه؟ من 100 سنة مش كده؟ نعم 110 تمام مش كده؟ وقد تلقى اللي هو محمد عبده على الشيخ مذهب الإمام مالك حتى النهاية، يعني خذ الفقه المالكي كله، كما تلقى عليه المطول، يعني محمد عبده قرأ المطول لسعد الدين التفتزاني في علوم البلاغة، فيه الطويل وفيه الشيخ الأطول والمطول، وجمع الجوامع في علم الأصول، وكذا الشيخ عبد الله الفيومي اللي هو بتاع تهذيب المنطق، عبد الله الفيومي كده شيخ محمد المنطق تهذيب المنطق الفيومي ولا غيره، والشيخ عبد الكريم سلمان ومن مات لهم من طبقتهم ومن المتأخرين،
الأستاذ المحدث الشيخ محمد السمالوطي، والمربي الكامل الشيخ بسيوني عسل، والعلامة الشيخ أبو الحاج علي السبكي، والشيخ مصطفى الهياوي، وغيرهم ممن لهم في العلم والفضل كعب عال وقدم راسخ. مؤلفاته، طبعا مؤلفاته بيقول: أما جهوده في عالم التأليف فقد تكللت بالنجاح والتوفيق، ونظرة واحدة في مرآة مؤلفاته المجلوة تملأ صدرك يقينا. شوف العبارة دي، بيقول لك لما تنظر، عبارات كلها بلاغية، نظرة واحدة في مرآة مؤلفاته المجلوة، يعني مش مرآة على صدر، مرآة صافية جميلة، نظرة واحدة تملأ صدرك يقينا بأن الأستاذ كان بحرا مسجورا، والطور وكتاب مسطور، والبحر مسجور، يعني كان بحر ليه قال متوقد بالعلم، اسم كلمة مسجور يعني النار، إذا البحار سجرت يعني كان نار في العلم متوقد، شعلة حوى صدره من اللآلئ ما لا يجود بمثله الزمان من ذلك. إيه المؤلفات بتاعته؟ شرحه عقيدة العارف بالله القطب الدردير، هو أول مؤلفات، فرغ منه في يوم الجمعة سنة 1267 غرة ذي الحجة، بعد أن وشاه بخاتمة جليلة في التصوف، الكوكب المنير فيما افتتح به كتابه المولى الخبير، تكلم فيه على البسملة من علوم النحو والفقه والتوحيد، وتكلم في مقدمه أو في مقدمته على حديث كل أمر ذي بال بما لم يسبق، بما لم يسبق جمعه في كتاب، وفرغ من تصنيفه عام 1269. له حاشية على شرح الشيخ حسن الكفراوي على متن الآب الرومية في النحو، ده مطبوع. له شرح مسألة الحمالة التي ذكرها العارف بالله الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير لشيخه القطب الدردير. له حاشية على خاتمة الشرح الصغير. له تقرير على حاشية المحقق الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. له مناسك الحج المسمى بالرحلة الحامدية إلى الأقطار الحجازية. له حاشية جليلة على شرح الإمام السنوسي على عقيدته الكبرى معنا الآن، فرغ من تأليفها 1304 هجرية، يعني هذه 1304، يعني هذه الحاشية لها فوق كم؟ 59 كان عمره 59 لا الـ ليها كام الآن مؤلفة؟ 131 سنة. له حاشية في المنطق على شرح القطب على متن الشمسية للكاتب. له تقريرات على شرح المجموع للأمير. له تقريرات على الشرح الصغير في الفقه المالك، وعلى الشرح الكبير، تعليقات على حاشية أبي النجا، مش انت شرحت الحاشية دي؟ على شرح الشيخ خالد على الآج الرومية. له تقريرات على حاشية البناني على شرح السعد المختصر وعلى المطول، وعلى حاشيتيه لعبد الحكيم والسيد في علوم المعاني والبيان والبديع، وله تعليقات على حاشيتي الخيالي وعبد الحكيم على العقائد النسفية، وله تقريرات على شرح الأمير على غرام صحيح مصطلح الحديث، وله تقييدات على شرح الزرقاني على البيقونية في المصطلح، وله تقييدات على متن الأربعين النووية ومختصر ابن أبي جمرة والشمائل المحمدية موطأ مالك وصياح البخاري ومسلم والترمذي، وله تعليقات قليلة على المدخل لابن الحاج. عايزين نشوف التعليقات دي، يا ريت
وقد انفرد الأستاذ على ما أعتقد بتدريسه في الأزهر الشريف لو كتاب المدخل، وإحنا شغالين في المدخل إن شاء الله ربنا يكرمه. تعليقات على شرح النزهة، تعليقات على حاشية الصبان، تعليقات على حاشية كأنه ما سبق حياته العلمية كده، وهذه حياته العملية بعدما تزود رحمه الله من ثروة العلوم وكنوزها حتى أصبح فيها المجلى يعني إيه من الجلاء والظهور والوضوح، وتصدى للتدريس في الأزهر الشريف، يعني كأنه ما ينفعش أي حد يدرس في الأزهر، يعتبر حياة تصدى، فأنت لهم تصدى لهؤلاء الفئة الباغية الضالة المضلة الذين تسوروا محراب العلم. حاجة غريبة، واحد جاب لي شيء كده بسيط، شيخ الشيخ ناجي موجود، بيقول له ايه حكم يعني لما يجي واحد يكتب خطاب او يدعو لواحد يقول له ايه ودمتم، يعني كلمة ودمتم يعني بادعو، شفتها؟ فقال لا يجوز، لان الدوام لله وحده. مين اللي قال ايه انه كلمة ودمتم دي غير تجوز؟ فالرجل عمل سهم كده من كلمة ودمتم الى اللجنة العلمية الدائمة للافتاء بالمملكة، يقول له ودمتم، قال ما ينفعش لا يجوز، وهو ايه يسمي نفسه ايه اللجنة الدائمة والدوام لله تعالى وحده. ما استغربته، لا اسمه ايه ده، عارف اسمه ايه ده؟ اسمه الغباء. كان واحد من مشايخنا الله يرحمه الشيخ عبد الرحمن حسن محمود كان يقول ايه، إن الغباء الذي في عقولهم لو وزع على أهل الأرض لوسعهم. الغباء اللي فيها مرة طبعوا كتاب، الجماعات الباغية طبعوا كتاب في التصوف، كل الغباء جالوا منين؟ إنه عنوان الكتاب يوحي العنوان كده إنه ضد التصوف، فلم يتصفحوا الكتاب ولم يقرأوا حتى الفارس، وراحوا سارعوا إلى طبع الكتاب، مع إنه الكتاب كله إيه؟ تصوف، لكنهم ظنوا من عنوان الكتاب إنه إيه؟ يخدم مذهبهم أو ضد إيه؟ فسارعوا إلى طبع، تسرعوا. حتى أصبح فيها المجلة، وتصدى للتدريس في الأزهر الشريف حتى كان نبراس الحكمة ومشكات الفلاح، فاح أرجو فضله يعني العطر والمسك، وتضوع شذا زهره، فاصطفاه شيخ الإسلام ليكون علما بين أعلام امتحان العلماء وطلاب الإعفاء من القرعة العسكرية، كما اختارته وزارة المعارف ليمثل رجال الدين في امتحان دار العلوم. يعني كان الجامعات تتسابق في إيه؟ في اختياره لتمثيلها في الامتحانات وغيره، وما زال كعبه تتسامى حتى بذل الأتراب. الأتراب يعني أترابه، يعني أمثاله، فجعلناهن أفكار عربا أترابا. ورأت مشيخة الأزهر الجليلة أنه خير من تسند إليه مشيخة رواة السادة الصعيدة
أول مرة أسمع كلمة السادة الصعيب، إذ هو ابن بجدتها فتولى أمرها سنة 1301، يعني مشيخة الإيه؟ الرواق. وشوف لما تولى مشيخة الرواق كأنه تولى الخلافة، مشيخة الرواق مش مشيخة الأمر، رواق كده اسمه رواق الإيه؟ الصعيد. فلما تولى مشيخة الرواق بيقول إيه؟ فتولى أمرها، يعني أمر مشيخة الإيه؟ الرواق، فلم تكن تصلح إلا له ولم يكن يصلح إلا لها. إذا لا بل هو الصمامة في يد المغوار، لا يعرف الكلل أو الملل، قام بأعبائها فأصلح ما أفسدته الأيام من جهاتها، واستن فيها بسنة العمرين، وكان من آثاره فيها أن حصر أعيان الوقف وشرح معالمها في كتاب اتخذه الخلف من بعده نبراسا يهتدون به في تعرف أوقاف الرواق وضبط غلاته. وفاته رضي الله تعالى، كان رحمه الله عامر الأوقات بالخيرات والطاعات، دائما على فعل المبرات سجية لا تكلفا يطبق، إلى أن أربى على 70 من عمره في حياة طيبة وجهاد مستمر في إعلاء كلمة الدين ونشر لوائه، فوافاه القدر المحتوم لا مفر. الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت ليس لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي يمضي نحوها الأكابر والأصغر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صار. ووافاه الإيه؟ القدر المحتوم. واصطفاه الله لجواره في صبيحة الأحد لعشر بقين من رجب 1316 هجرية، يعني دخل إيه في أكثر من 100 عام، 120 120 مش كده؟ ها؟ نعم 1316 و 1240 يا أخي، احنا الآن مضى عليه كام على وفاته؟ 110 120 وما ذاع خبر وفاته حتى هرع الناس، هرع مش كده؟ إلى هرع الناس جرافات ووحدانا، يعني جماعات، يعني إلى داره المقابلة لمسجد السلطان الأشرف بصحراء قايتباي شرق القاهرة، قايتباي اللي فيها الأمير السلطان جنب يعني الأبرار، واجتمعوا في تلك الفيحاء في جمع لا تدرك العين أقصاه، يعني كانوا وفود كبيرة جدا ساعة إيه وفاته، يعني ما تقدرش تجيب آخر الوفد، لا تدرك العين أقصاه، والكل بين عالم النحرير، يعني الناس اللي جايين مش همج ورعاع، ده علماء نحارير مش لا غوغاء كده راح نعمل مظاهرة، والكل بين عالم النحرير وطالب ووجيه مشفق وجازع من هول الصدمة، يعني الصدمة بفقده، وقد شيعوا قبس الفضل والعلم إلى جنة النعيم إلى مسجد الأستاذ الشيخ العفيف اللي رحنا فيه، ده الشيخ عبد الله العفيف، حيث صلى، يعني صلي على الشيخ الحامدي في مسجد الشيخ عبد الوهاب العفيف المدفون فيه الشيخ محمد الأمير، حيث صلى عليه العلماء الأعلام وأبنه من التأبين، وأبنه الأدباء الأجلاء، ثم وسدوه الثرى بين العبرات والزفرات، أسفا على أفول بدر منير وعالم جليل رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فراديس جناته هو وشيوخه، وجعلهم مع الذين أنعم الله عليهم
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك وأحسن الله لنا وله وللمسلمين الكتاب آمين. هذه الترجمة لمين؟ للشيخ عبد العزيز نجل الإيه؟ الشيخ الحامدي رحمه الله تعالى رحمة إيه؟ واسعة. وهذا يعتبر إيه؟ من الوفاء لأبيه ووالده، إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا إيه؟ صدقة جارية أو إيه؟ أو ولد صالح يدعو له. فترك الشيخ العلم الغزير وترك أيضا الولد الصالح الذي يدعو له وأيضا الصدقة الجارية، فقد اجتمعت فيه اتصال المحمودة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويحسن قبل البدء في الكتاب أيضا ذكر ترجمة للشيخ مين؟ صاحب الشيخ السنوسي رضي الله عنه، ومكتوبة الترجمة عندكم في الكتاب الذي طبع، ولكن نختصر منها شيئا سريعا. الشيخ السنوسي اللي هو صاحب السنوسية الكبرى وصاحب الصغرى اللي هي أم البراهين وصاحب الوسطى وصاحب صغرى الصغرى وصاحب الحفيدة والمؤلفات الجمة في علم الكلام والتوحيد وغير ذلك. اسمه ايه الشيخ السنوسي؟ وهذا مسألة واحد اسمه يقول اسمه السنوسي، لا اسمه محمد خلاص ابن يوسف، يعني ابن ابي يعقوب اللي يكون كنية ايه والده، محمد ابن ابي يعقوب يوسف ابن عمر ابن شعيب، وكنيته ابو عبد الله السنوسي الاصل التلمساني المولد، يعني ولد في تلمسان في الجزائر، المالكي المذهب، الاشعري المعتقد، الشريف الحسني نسبا من جهة الأم. كلمة السنوسي نسبة إلى قبيلة بني إيه؟ سنوس بالمغرب. توفي الإمام السنوسي عن 63 سنة، وهو من علماء القرن إيه؟ التاسع الهجري، لأن وفاته كانت سنة 895 هجرية، ومولده كان فين؟ في الجزائر. صنف في علم أصول الدين المصنفات الكثيرة، ولكن خص هذا العلم بالاهتمام الزائد، خصه بالحظ الأوفر من كتابات لأنه صنف في علم التوحيد أو في علم الكلام المتون، وعلم أصول الدين صنف فيه المتون والشروط. يعني السنوسية الكبرى دي عبارة عن مت وإيه؟ ها؟ وشرح، وكذلك شرح الصغرى وشرح الوسطى، وله شروح كثيرة. صنف المتون القصيرة والشروح المختصرة والمطولة، يعني كان تأليفه جميل جدا لأنه كان يراعي فيه المستويات، زي ما التقسيم العلمي عارفين اللي هو المبتدئين والمتوسطين والممتعين، فكان يعمل كتب تناسب المستويات الثلاثة في المتن والشرح. يعني صنف المتون القصيرة والشروح المختصرة والمطولة، وتوجه بمؤلفاته إلى جميع المستويات، يعني المبتدئ والمتوسط والمنتهي. وقل في هذا الزمان من يستطيع تأليف للمستويات المختلفة، يعني في واحد مثلا يألف في الحاجات الناس الدكتوراه والناس اللي ما يعرفش يألف للمبتدئين، يقول لك لا أنا أسلوبي. وفي ناس يؤلف في مستوى معين ولكن لا يستطيع، حتى مش في التأليف، حتى في الخطاب وفي الحديث ناس كثير لا يفهمون عباراته، تلقاه يعني أسلوبه يقول لك ده أسلوبه عالي، إنما هو كان يراعي المستويات، يعني ممكن يؤلف للعامة وللمتوسط والمنتهي، كانت فيه هذه الميزة التي لا تكاد توجد إلا في قليل من الناس. توجه بمؤلفاته إلى جميع المستويات وحل فيها أعقد الشبهات وأصعبها. ونقلت عنه كلمة عظيمة
في بيان أهمية علم أصول الدين هو علم التوحيد أو علم الكلام، نقلها تلميذه محمد بن عمر الملالي التلمساني. شوف الكلمة عشان تبين لك أهمية العلم ده أو فضل هذا. في بعض الناس يقول لك يا أخي ما نشغل نفسنا بعلم الكلام والشبهات، من ندور على حاجة مفيدة. بل في بعض الناس بيحذر من علم الكلام، يقول لك ده علم يفسد العقيدة أو يعني يجعلك على عقيدة ضالة. كثير من الكلام الفارغ اللي هو ايه لا يستحق الرد عليه. بيقول ايه في أهمية علم أصول الدين اللي هو الشيخ السنوسي، بيقول ايه ليس ثم يعني ليس هناك علم من العلوم الظاهرة يورث المعرفة بالله والخشية منه والمراقبة إلا علم التوحيد، وبه يفتح الله له يعني للعبد فهم سائر العلوم كلها، وعلى قدر معرفته به يزداد خوفه من المولى تبارك وتعالى وقربه منه. كلام الشيخ السنوسي في أهمية دراسة هذا العلم. بيقول ايه يورث المعرفة، ما هو اول واجب على المكلف هو المعرفة. هل ده تاخدها من كتب الفقه ولا من كتب التاريخ والسير ولا من كتب الكلام؟ وبعدين بيقول ايه المراقبة، وبه يعني بسببه يفتح لك ربنا فهم سائر العلوم، وعلى قدر معرفتك يعني بالمولى يزداد خوفك ويزداد قربك. ومن مؤلفات الإمام السنوسي، له مؤلفات كثيرة، العقيدة الكبرى ألفها وشرحها، والعقيدة الوسطى إن شاء الله ربنا يقيد لنا نأتي بها إن شاء الله بعد العيد ونشرحها إن شاء الله حتى ولو في درس آخر، يعني ماشية مع الكبرى. والصغرى وصغرى الصغرى والمقدمات التي هي بين أيديكم، وله شروح في المنطق، وشرح بغية الطلاب في علم الاصطلاب، وله شرح أرجوزة لابن سينا في الطب، يعني كان يشرح في الطب. عارف محمد بن الحسن الشيباني بيقول كلمة عن سيدنا الإمام الشافعي، بيقول ايه ذاكرت الشافعي في الطب فرأيته كأنه لا يحسن سواه، يعني كأنه ما يعرفش حاجة إلا في الطب. طب قال دارسته وذاكرته في الطب ووجدوا أعجوبة. وشرح الشاطبية في القراءات السبع الشيخ السنوسي، وله شروح في الفقه، وله نظم في الفرائض، وله مؤلفات في التصوف لأنه اختصر كتاب الرعاية الإمام المحاسبي، وله اختصار الروض الأنف في السيرة النبوية. عارف كتاب الروض الأنف بتاع مين؟ الإمام السهيلي، الإمام السنوسي. كان بجانب علمه الغزير ولكنه لم يكن بعيدا عن عن مقام الولاية، بل كان رضي الله تعالى عنه من أكابر الأولياء والعارفين بالله سبحانه، لأنه ذكر في شرحه على العقيدة الوسطى اللي إن شاء الله نعتني به إن شاء الله، ذكر في شرحه على العقيدة الوسطى شروط الولاية وهي أربعة. الشرط الأول، شوف شروط الولاية عشان تفهم انك انت ان شاء الله يعني تحقق فيك الشرط الاول او الثاني. ما هي شروط الولاية الاربعة؟ ان يكون عارفا باصول الدين حتى يفرق بين الخلق والخالق وبين النبي والمدعي، يعني يكون من علماء التوحيد وعلماء الكلام. الثاني ان يكون عالما باحكام الشريعة، علم الفقه نقلا وفهما. الشرط الثالث أن يكون متخلقا بالأخلاق المحمودة، يعني أن يكون صوفيا. شفت كده؟
يكون متخلقا بالأخلاق المحمودة التي جاء بها العقل والشرع. الشرط الرابع أن يلازمه الخوف أبدا سرمدا، ولا يجد لطمأنينة النفس سبيلا. يعني يقول لك يغلب عليه الخوف دائما. ليه؟ قال لأنه مهما وصل في العلم والولاية لا يحيط علما بأنه من فريق السعادة في الأزل أو من فريق الشقاوة. إذا طالما لم يطلعه الله تعالى على هل هو من السعداء، يبقى يظل ملازما للخوف والخشية لله تعالى. قال تلميذه أيضا: ولا خفاء أن الشيخ قد خصه الله تعالى بهذه الشروط اللي هي الأربعة، وزاد عليها زيادة لا يمكن وصفها، ومنحه الله تعالى معارف ربانية وعلوم لدنية وأنوار إلهية حتى امتلأت عروقه ومفاصله من أنوار الله المخزونة. إمام السنوسي رضي الله تعالى عنه أحسن الله تعالى خاتمته. وما هو الدليل على ذلك؟ أنه في مرضه الذي مات فيه وفقه الله تعالى لهذا الدعاء: اللهم اجعلنا وأحبتنا. طبعا يعني احنا داخلين في ايه؟ وأحبتنا. لو ما بنحبش الشيخ هنجيب الكتاب وحنتعب نفسنا يعني ونضيع أبصارنا وصحتنا ووقتنا وجهدنا في كتاب لا نحب صاحبه، خلاص. ولا نجيب لكم العقيدة الوسطى كتاب ابن عثيمين أو كتاب التوحيد. خلينا شوف يقول ايه: اللهم اجعلنا وايه وأحبتنا عند الموت ناطقين بكلمتي الشهادة عالمين بها. شوف التوفيق، دعوة جميلة جامعة فيها الخير كله. اللهم اجعلنا وإيه؟ وأحبتنا عند الموت ناطقين بكلمتي الشهادة عالمين بها. احفظ الدعاء. توفي رضي الله تعالى عنه يوم الأحد بعد صلاة العصر يوم 18 من جماد الآخرة من عام 95 بعد المئة الثامنة. وفاته كانت 895 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه ترجمة من إمام السنوسي. والآن يأتي دور الدخول في مقدمة الكتاب، ولو أذكر قليلا إذا كان أحدكم يستطيع. معلش يعني بداية كده استفتاح هنا ونعود إن شاء الله. ما تحرمش الملأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومه في دارنا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. طب احنا الآن هنعمل ايه؟ هنقرأ مقدمة الشيخ اللي هو المقدمة مع الشرح، ما هو مزج بين المتن وبين الشرح مع بعض، ثم في خط اللي بعده اللي هو الحاشية بتاع مين؟ بتاع الشيخ الحامد. فطبعا هنجمع بينهما، يعني هنقرأ المتن، هنعتبر شرح الشيخ مع المتن شيء واحد، خلاص؟ لأنه مزج بينهما. بس طبعا فيه صاد يعني اللي هو تصنيف، وفي شين اللي هو الشعر، هو نفسه المصنف هو لكنه جمعهما في سياق واحد
وبعدين جاء الشيخ الحامدي وبدأ يحشي يعني يعلق ويضيف إلى كلام الشيخ. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة الصدر الأوحد. قال الشيخ الفقيه الإمام، طبعا مش هيكون ده، لا يعقل أن يكون هذا من كلام الشيخ على نفسه، ده من كلام النساخ أو تلاميذه، هو مش هيقول قال الشيخ الفقيه، هل هو كده هيقول عن نفسه؟ الإمام العالم العلام الصدر الأوحد أبو عبد الله محمد بن الشيخ الولي العارف الرباني أبي يوسف أبي يعقوب يوسف ابن عمر السنوسي الحسني رحمه الله تعالى وغفر له بمنه وكرمه. يبقى طبعا من اللي بيقول كده، إما واحد من التلاميذ أو من الساق أو اللي هم أملي عليهم ليه الشر. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة الصدر الأوحد أبو عبد الله محمد بن الشيخ الولي العارف الرباني أبي يعقوب يوسف بن عمر السنوسي الحسني. وأنا الآن قلت لكم إنه ما تجيبش، تأخر لك الكتاب هذا، لكن لو نزلته من اللي هو البي دي إف ده وأوراق قليلة 50 ورقة من الأول مع ترك فراغ الصفحة عشان نستفيد من التقييدات والشروح والإضافات. نعم، يعني التصوير يكون على وجه واحد ومش هتصور الكتاب كله، مجموعة أوراق قليلة حتى 20 ورقة 30 ما تستطيع، وبعدين لما ننتهي منها نبقى نضيف ننزل الكتاب خليه محفوظ عندك في جهاز أو في غيره، ثم تعال بأوراق اللي حيكون في مجالها الكلام بأول 50 صفحة في الأول يكفي. 50 صفحة قلت يعني إلى ما شاء الله. يلا أما شاء خلاص ادخل على حاشية الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الفقير إسماعيل الحامدي المالكي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وإخوانه آمين. خلاص هنا تأكدنا يقينا أنه كلام من ذا الشيخ الحامدي، صرح بالاسم، قال الفقير إسماعيل الحامدي المالكي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وإخوانه آمين. هذه حواش على شرح كبرى للإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه. يعني دي مش حاشية، دي حواش، أن نعتبر كل مسألة فيها حاشية فجمع فهي حواش. جمعتها من كلام الأساتذة على هذا الشرح المنيف لنفسي ولمن هو قاصر مثلي. يعني هو جمعها من كلام الأساتذة اللي هم الشيوخ الكبار، يعني كان رجل بينسب أو يعني يذكر حتى طلع الشيخ كل ذلك. وأسأل الله أن ينفع بها وعلى الله الاعتماد. يبقى يقول كده هذه حواشٍ، هذه حواشٍ على شرح الكبرى للإمام السنوسي رضي الله عنه، جمعتها من كلام الأساتذة. هيخرم الورقة، الورق ضعيف جدا. عايز إيه يا مولانا؟ لا خلاص مش عاوز حاجة، هو ده في سن كده، فلما حطيته راح خرم الايه؟ خرم. لا بركل، خليني بركل. يلا. قال هذه حواشٍ على شرح الكبرى للإمام السنوسي رضي الله عنه، جمعتها من كلام الأساتذة على هذا الشرح. جمعتها من كلام الأساتذة. لا مش مايك. جمعتها من كلام الأساتذة على هذا الشرح المنيف لنفسي ولمن هو قاصر مثلي. شو بيقول جمعها اللي هو الشرح المنيف ده؟ لنفسي ولمن هو قاصر مثلي، هو مش بيمدح شرحه، ده بيمدح شرح الإمام السنوسي، يقول الشرح ليه منيف مش شرحه هو له الحاشية، إنما الشرح المين للإمام السنوسي. وأسأل الله أن ينفع بها وعلى الله الاعتماد. قوله بسم الله ولذا الصبر.
لما تروح له يا أخي حرام ها أه؟ وأنت يعني تبقى أجن منه أو أشوف حد في مشكلة استعين يعني بالغلاظ الشداد الموجودين هنا ودي في الصحن الثاني ما في صحن بره عندنا قوله بسم الله الرحمن الرحيم هذه بسملة المصنف اكتفى بها عن بسملة للشر يعني المصنف نفسه هو ايه هو الشارع جسنوسي هو المصنف العقيدة الكبرى وهو الذي شرحها ومزج أو جمع بين المتن والشرح فكيف يعمل بسملتين يعني بسمل للتصنيف وبسمل ثاني للشرح فبيقول هذه بسملة وكلمة بسملة ده اسمه ده ايه يعني ايه بسملة يعني ها قوله بسم الله الرحمن لأن البسملة من النحت النحت هنا اسمه ايه نحت مصدري بسملة حمدلة فاسمها دي نحت ايه نحت مصدري في نحت تاني ايه عارفين انواع النحت نحت خطي ونحت مصدري ونحت ايه كم نوع لا ثلاثة خطي ومصدري وفي نسبي حضرمي ودرعمي والشيخ عارف حضرمي ده ايه ده ما هو نسبة وقلنا نسبي وخطي ليه ومصدري ثلاثة النحت وتقريبا يمكن اربع حد عارف ها ايه الرابع يبقى ما فيش رابع بدل ما ذكرنا ولا هذه يعني المصدر زي البسملة والحمدلة وإيه والحولقة مش كده والدم عزة وإيه تاني والطبطلة لا الصل عمى دي يعني هي إيه لا ده اسمه ده خط ده نحت خط ده لأنه مش بنقول صل عمى بنقول يعني نكتبها كتابة الخط بس يعني بنقول الصلاة على النبي يبقى في نحت خط زي مثلا حاهمين احمد في مسندي مش كده؟ زي الرموز بتاعه او الف ها زي انتهى هذا اسمه ده ايه خطي في مصدري زي ما قلنا لكم كده دم عدا يعني ادام الله عزك وطبلقه اطال الله بقاك وهكذا اما النسب ده زي درعمي وايه؟ يعني دار وحضرا هذه بسملة المصنف اكتفى بها عن بسملة للشر يعني اكتفى لأنه هو نفسه اكتفى ببسملة المتن عن بسملة الشر لأنه ما له ليه الشيخ فوق كده في الكتاب لو انت معاك الكتاب هتلقى بسملتين بسملة فوق وبسملة بعد الخط بس ده بتاع الشيخ المين اسماعيل الحامد ليه لانه لو الحامد هو صاحب الثلاثه كان ممكن ايه بس واحده لكانوا ثلاثه يلا قال انهما له وهما كشيء واحد وهما كشيء واحد اللي هو ايه الشرح وايه والمد ليه لانه مزج او جمع بينهما قوله قال إلى آخره من كلام بعض التلاميذ الحمد لله قوله قال أول قال الشيخ هذا ليس من كلام السنوسي ولكنه من كلام بعض التلاميذ غير محتاج له لأنه قد عرف نفسه فيما بعد غير محتاج له يعني هذا الكلام ليس إيه الشرح أو الكتاب في حاجة أو ليس القارئ في حاجة له ليه لأن الشيخ نفسه قد عرف نفسه فيما بعد خلاص قوله الشيخ من كلام بعض التلامذة غير محتاج له لأنه قد عرف نفسه فيما بعد قوله الشيخ وعرف في من بلغ رتبة أهل الفضل ولو صغيرا
وأصله من من طعن في السلم. يبقى كلمة الشيخ ده بحسب العرف مش بحسب اللغة. كلمة الشيخ بحسب العرف تعرف في من، يعني تعرف هذا اللقب اللي هو الشيخ في من بلغ رتبة أهل الفضل ولو صغيرة. يقول لك يعني واحد لابس عمامة كده وجبة ويقول لك شوف الشيخ الصغير ده الشيخ الطفل، يعني تعرف يعني هذا الوصف أو هذا اللقب في من بلغ رتبة أهل الفضل ولو صغيرة. طيب في حد بيبلغ رتبة أهل الفضل وهو صغير؟ نعم ده ممكن يبلغ النبوة. وآتيناه الحكم صبيا، فما فيش مانع ربنا يؤتي فضله من يشاء وأنت في الصغر. وأصله يعني أصله باللغة من طعن في السن، يعني إيه زعمتني شيخا ولست رفق، إنما الشيخ من يتبدى بيها، يعني أصله إيه الرجل الخلاص زي وأبونا شيخ كبير ده أصله. إنما في العرف يقول لك تجد في الكتاب وحافظ القرآن ولسه 7 سنين ممكن تمسك إيده وتقول له سيدنا الشيخ. ليه؟ لأنه يعني من أهل الفضل ومن أهل القرآن. إيه اللي خلاه بلغ الرتبة دي؟ حفظه لكتاب الله. قوله الإمام أي المقتدى به المقدم على غيره. يبقى كلمة الإمام زي ما أنت بتقتدي بالصلاة بيكون في إمام أنا بتقتدي به، يبقى المقتدى به هو إيه؟ هو الإمام. طبعا مش المقتدى به في الصلاة، يعني في العلم في الفضل في أي شيء، يعني من أصل الإمام من إيه من قدم على غيره، يعني سواء في العلم أو في الفضل أو في أي شيء. أو في الإمام مقدم على الرعية، لأن كلمة الإمام ذكرناها زمان قلنا تطلق معناها التقدم، ولكن تطلق على 4 إمام إيه في العلم. في العلم إمامة في العلم زي الإمام البخاري ومسلم، إمامة في العبادة إمامة الصلاة، إمامة ثلاثة إمامة في إمامة نص بنص كده إني جاعلك للناس إماما. بس عندنا أهل السنة الأئمة بالنص دول الأنبياء مش كده؟ الآية اللي قلت في سورة الأنبياء يا أخي الأنبياء أي الله يفتحوا ده اللي بيفهم ده. أنت بتقول كلام كده مش وجعلناهم أئمة يهدون، فهؤلاء أئمة يهدون بأمرنا. بس ما فيش لما صبروا هنا، لما صبروا فين؟ ده في السجدة في الآخر. إنما هنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. أما لما صبروا ده مش في الأنبياء، مش في الأنبياء، يعني مش في وصف النبيين. أيوة على بني إسرائيل، يعني وصلوا بها لما صبروا. إنما الأنبياء ده اصطفاء بالنص بعد كده إيه إمامة مصلحة، يعني مصالح العباد لا تقوم بها وهي إيه الحكم اللي هي سياسة الدنيا بالدين اللي هي الإمامة الكبرى. خلاص كده يلا. قوله العلامة التاء زائدة لتأكيد المبالغة. طبعا التاء في علامة طبعا فيها كلام بين الفقهاء وبين أهل اللغة بين النحويين إن التاء زائدة للمبالغة، بس بيقول لك هو أصلا المبالغة في الصيغة اللي فعال علام، ما هي للمبالغة، فكيف تكون التاء للمبالغة مع إنه الصيغة نفسها من غير التاء تفيد المبالغة؟ وزي كان فيها كلام بين ابن مالك وبين ابن هشام أو بين ابن مالك وبين أبو حيان أبو حيانة، فبين قال ابن مالك مثلا ما يفهمش في النحو لأنه التاء دي ها اسمها التاء الفارقة، في تاء بيسموها تاء الوحدة اللي مثلا تمر تمرة بقر بقرة، فالتاء دي خلت الايه التمر بدل ما جمع خلته واحد، يعني
يعني فرقت بين الجمع والايه والواحد، اسمها ايه؟ تاء الواحد. في تاء بتسمى الفارقة، يعني الفارقة بين الوصفية والاسمية والعلمية. فقال التاء اللي في علامة دي علامة، دي ايه؟ التاء اللي في علامة هي التاء الفارقة، لانه ما ينفعش للمبالغة، لانه المبالغة موجودة من غير ايه؟ من غير التاء. يعني لما امدح واحد اقول علامة، انما في الثناء على الله ما نجيبش التاء، علام الغيوب ما ينفعش، وهي ليست للتأنيث. خلاص كده، لانها للايه؟ اما للمبالغه يا اما ايه؟ يا اما الفارق. وده مذهبين عند اهل الله، بس الارجح ايه؟ انها ايه؟ التاء الفارقه. التاء زائده لتاكيد المبالغه، واتى به بعد قوله العالم. اتى به، الضمير يعود على ايه؟ على العلام، يعني على لفظ العلام. لو كان على الـ لو على الـ على ايه؟ على اللفظ، اللفظ مذكر لفظ، انما لو راعى التاء كان يقولوا اتى بها، وما جابش كلمه بها عشان ما يشتبهش عليكم التاء للتانيث، فقال لك واتى به. يبقى هو حتى لو فيه التاء لكن مش مؤنث، ولو كان مؤنثا لما صح وصف الرجل بانه علامه، كان نقول على الرجل علام والمراه علامه لو كانت للتانيث، انما هي الايه؟ لتأكيد المبالغة. شوف كمان حتة التأكيد، يعني مش للمبالغة، يعني كأنه في مبالغة موجودة، وهذا وهذه التاء بتؤكد، يعني هنا نصحيح. أي لا، لو للمبالغة كانت تبقى المبالغة جاءت استفدناها من التاء، إنما هو يقول لك المبالغة موجودة من غير التاء، والتاء أكدت لتأكيد المبالغة. ماشي، حلو كده الرأي، لا يقل وجاهة عن الرأي الآخر بتاع أبو حيان. قول العلامة التاء زائدة لتأكيد المبالغة، وأتى به بعد قوله العالم، لأنه لو اعترض عليك بأن المبالغة موجودة يقول إحنا ما قلتش يا شيخنا، أنا ما قلتش للمبالغة، أنا قلت لتأكيد المبالغة. كذا حد هيقدر يتكلم معك؟ لا لا، مش تحصيل حاصل، التأكيد مش تحصيل حاصل. يعني مثلا إن الله وملائكته، إن هنا مش بتفيد التأكيد، هل ده تحصيل حاصل؟ لأنه لو حذفت من الكلام يبقى ما فيش تأكيد. لا تكن مجنونا. وأتى به بعد قوله العالم لإفادة أنه جمع بين المعقول والمنقول تحقيقا. يعني هو قال إيه؟ العالم، لما إيه ما قال العالم قال العلامة، إيه طب الفايدة؟ إفادة أنه جمع بين المعقول والمنقول تحقيقا، يعني هو عالم تمام، ولم يكتف بكونه عالما، بل جمع في العلوم بين المعقول والمنقول تحقيقا، فاستحق وصفا زائدا على كونه عالما بأنه علامة، فليس هناك تكرار في الكلام. فعالم يعني ممكن محصل، إنما لما يكون جامع و موسوعة يبقى مش عالم بس، ده علامة. ولو صح أن نقول بالجمع علامات تبقى ماشي، بس ما يصحش ده، لأنه قول الصدر أي المصدر في مجالس الأكابر والعلماء. الصدر يعني مش علامة بس، وهو صدر يعني مصدر في مجالس الأكابر والعلماء. لما يكون في مجلس يضم الأكابر أعيان وجهاء الدولة، يقعد فين ده؟ ها؟ في الصدر. مش يقول لك الصف الأولاني ده السفراء والوراء، ما حدش يقدم على العلماء، سيبك من البروتوكول والسياسة، عالم يبقى من قدام. كيف يقدم من هو أقل منه علما، أو من هو ليس بعالم على العالم؟ الصف مش عارف الثاني وصحيح كده، دبلوماسيين. هل الدبلوماسي ده افضل من العالم؟ هل القنصل او السفراء؟ يا اخي اذا شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه، لم يقل والوزراء ولا الحكام، قال واولو العلم.
فلا يقدم عليهم إلا الملائكة بس زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر. قوله الأوحد أي متوحد منفرد معرفة العلوم العقلية والنقلية واللدنية. العالم العلام الصدر الأوحد المتوحد المنفرد بمعرفة العلوم العقلية والنقلية وإيه واللدنية، يعني العلم في علوم عقلية وفي علوم نقلية وفي مواهب معارف ربانية وعلمناه من لدنا. رب يقول لك جبت منين العلوم؟ من القرآن الكريم. وشوف هنا لو الجماعة البعد قاعدين، ولا شوف المتوحد المنفرد ده شرك وشرك أكبر يا ابن. المتوحد مش بالألوهية، المتوحد في معرفة العلوم العقلية والنقلية واللدنية، قال هذا شرك. قوله أبو عبد الله ده إيه كنيته؟ لأن الكنية اللي فيها إيه صدرت بأب أو أم. قوله محمد اسمه، محمد ده اسمه، يبقى له كنية وله إيه ها وله اسم. قوله الولي أي المتولي لأوامر الله. يبقى الولي، الولي ده صيغة فاعل، يا إما تكون بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل، يعني إما المتولي خلاص يبقى هنا بمعنى إيه المتولي يعني فاعل، أو المتولى لأنه تولى الله بطاعته وتولاه الله بحفظه ورعايته. فصيغة فعيل فيها ايه ها؟ فيها كم معنى؟ فيها ثلاثة، الله يفتح عليك. فيها بمعنى فاعل زي سميع سامع ورحيم راحم، وقتيل فعيل مقتول، وفي معنى آخر فعيل بمعنى مفاعل زي أنيس بمعنى مؤانس وجليس بمعنى مجالس. فهم ثلاثة مش اثنين، الشائع عند الناس اثنين. قوله الولي أي المتولي لأوامر الله، ويلزم أن يكون مستلما لنواهيه أو من تولى الله أو ذا الوجه الثاني هتبقى إيه؟ مش المتولي، المتولى. وذلك في بعض الناس يكون واحد اسمه متولي زي ما احنا كده بنقول، يقول لك لا 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 الصحيح متولى. يا ابني ينفع ده وينفع ده؟ يعني شفته بيقدم على اسم الشيخ محمد متولي، متولي الشعراوي محمد متولي، يقول لك محمد متولى ماشي، بس ما تنكرش على الايه على الثاني. ثم انه مكتوب يعني ايه وشائع بين الناس انه محمد متولي، دي انت تشد متولى ايه ها ماشي. أو من تولى الله أمره على وجه خاص فلم يكله لغيره، فلم يكله لغيره طرفة عين. يبقى كلمة متولى فعيل اللي هو ولي، يا إما بمعنى اسم المفعول متولى أو اسم الفاعل إيه، لكن لا يحسن أن تكون بمفاعل، مش هقول لها معنى هنا، لكن في سياق آخر ممكن. يبقى متولي لأوامر الله ويلزم أن يكون مجتنبا لنواهيه، يعني كيف يكون ملتزما بالأوامر وليس مجتنبا للنواهي؟ دي تمشي؟ يعني إذا كان ملتزم بالطاعة يعني يبقى بعيد عن الايه المعصية، يعني كأنه قال لماذا قال متولي لأوامر ولم يقل مجتنب؟ قال لك هذا يفهم بدلالة الالتزام أو يعني أو معناه من تولى الله أمره، فيبقى إيه متولى على وجه خاص. يجي واحد يقول لك يا أخي وفي حد ربنا مش متولى أمره؟ ما هو متولى بس هنا على وجه الخصوصية، يختص بإيه برحمته من يشاء. قوله العارف أي بربه، وهو من اشتغل بربه بحيث صار لا يلتفت لغيره من الأكوان. يعني كلمة العارف يعني العارف بالله، وهو اللي هو العارف من اشتغل بربه بحيث لا يلتفت لغيره من الأكوان، يعني
لا ينظر إلى المظاهر والآثار من حيث إنها من حيث ذواتها، ولكن ينظر إليها من حيث أنها صنع الله، فيستدل بها بالمكونات على المكون. شوف كده زي ما قال سيدنا ابن عطاء: لا تكن كحمار الرحى يرحل من كون إلى كون، ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون. قوله الرباني نسبة للرب على غير القياس. العارف بالله، العارف الرباني، كلمة الرباني يعني ايه؟ ها؟ يعني نسبة للرب بس على غير قياس، لأنه قياس حيبقى ايه؟ ها؟ ربي، ربي أو ربي، ربيون، مش كده؟ إنما الرباني ده على غير ايه؟ على غير القياس، ده سماع يعني مش قياس. والنسبة له من حيث شدة زي شعراني ورقباني وهكذا. والنسبة له من حيث شدة تمسكه بدينه. والنسبة له يعني للرب سبحانه من حيث شدة تمسكه بدينه، فنسب إلى أنه رباني. قوله سنة، وبعدين ما تنكرش يقول لك يا أخي الوصف ده مبتدع، يا الرباني يا اخي ما هو في القران ولكن كونوا ربانيين. وبعدين عندك يقول لك ده في بني اسرائيل، لا مش بني اسرائيل، دي بني اسرائيل بتاعت بني اسرائيل في سوره المائده اللي هي ايه لما استحفظوا هات الايه يا اخي من اول مائده عشان نوصل عندك. إن أنزلنا التوراة يحكم بها الربانيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب أو في رباني في الأمة وفي رباني في الأمم السابقة. قوله السنوسي نسبة لبني سنوس قبيلة من العرب للمغرب، يعني السنوسي نسبة إلى هذه القبيلة من العرب لبلاد المغرب. قوله الحسني نعت لمحمد، يعني هو إيه اسمه إيه محمد الحسني، نعت يعني وصف، لأن المقام مقام توضيحه نسبة للحسن بن علي من جهة أم أبيه. يبقى الحسني نعت لمحمد، ليه؟ لأن المقام مقام توضيحه نسبة اللي هو الحسن يعني للحسن بن علي من جهة أم أبيه، يعني أم جدته يعني أم إيه والده من ذرية سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه. قوله رحمه الله وفي نسخة رضي الله عنه والرحمة والرضا بالنسبة لله بمعنى الإنعام، يعني الرحمة والرضا بالنسبة لله إما أن تكون صفة فعل وإما أن تكون صفة ذات، فإذا كانت صفة فعل يبقى معناها الإنعام أو الإحسان، أما إذا كانت صفة ذات يبقى معناها إرادة الإنعام أو إرادة الإحسان. واضح؟ قوله وغفر له بمنه وكرمه في بعض النسخ إسقاط، يعني في بعض النسخ العبارة دي وغفر يعني قال أبو يوسف ابن عمر السنوسي الحسني رحمه الله وغفر له في بعض النسخ رحمه الله فقط، ما فيش إيه وغفر له بمنه وإيه وكرمه. والمغفرة ستر الذنب، يعني شرح كلمة غفر إيه معنى المغفرة، ستر الذنب. ويلزمه عدم المؤاخذة به، يعني يلزمه يعني يلزم ستر الذنب عدم المؤاخذة، لأن الله لو كان يريد أن يؤاخذ المذنب بذنبه لما ستره، يبقى كونه ستر الذنب يعني معناها لا يعاقب عليه. واضح؟ يبقى يلزم من المغفرة عدم المؤاخذة. وقيل يعني المغفرة إما أن تكون ستر الذنب يعني إخفاؤه عن أعين الملائكة أو أعين الناس أو محوه، وكرم الله تعالى يتسع لكل
اللي هو ايه؟ الستر والمحو. واذا كان الستر يلزم منه عدم المؤاخذة فما بالك بالمحو؟ ده المحو ده ممكن ايه؟ في سر في المحو، وهو هيتمحي الدم والمكان السطر هيبقى فاضي ومن فين وكل انسان. اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فالمحو هيبقى ايه؟ يكتب حاجات جميله. وقيل محو الدم من صحف الملائكه والمن والكرم الانعام. يعني محو الذنب الملائكه ايه؟ يمسح الذنب من صحفهم. وايه؟ والمن يعني بمنه، المن اللي هو المن والكرم والانعام. الحمد لله. باقي كام؟ خلاص كده؟ لا، هنقف عند الحمد لله. هو المفروض الحمد مش نبدا بها، نختم بها. فهي في البدء حمد وفي الختام حمد، يكفي كده عشان خاطر يعني. ما لو دخلنا في الكلام بتاع معاكمش كتاب؟ طيب ان شاء الله ربنا يجيب الكتاب. ونسأل الله بمنه وكرمه ان يغفر لنا ذنوبنا وان يمن علينا بالنسخ. امين امين. يمكن يكون في نسخ عند حد كده يجيبها لنا كده تطوعا كده. اللهم صل افضل الصلاه على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عادة معرفتك وكتابك كلما ذكرك الذاكرون الله.